هي فنانة ونجمة ليها موقف وليها رأي، ودخلت معارك كتير جدا، والحمد لله كانت في كل معاركها بتنتصر. وبتواجه دلوقتي حملة غير عادية من الإخوان ومن الدواعش اللي هم ما فرقوش كتير عن الإخوان يعني، بسبب لبسها في مسلسل صورة. يعني هي لبست لبس الشخصية اللي هي هتلعبها في رمضان، صارت بيها صورة واتقلبت عليها الدنيا هجوم غير طبيعي وغير مسبوق على فنان كان على الفنانة النجمة الجميلة إلهام شاهين. إلهام، أنا مش عارفة أقول لك، يعني مش عارفة أبارك لك ولا مش عارفة أقول لك معلش ولا ألو يا إلهام. حبيبتي حبيبتي ألو، إزيك يا عزة حبيبة قلبي؟ صدقي إن أنا حاسة إن أنا ممكن أبارك لك بكل هذا الهجوم اللي عليكي من الإخوان. هو النجاح للمسلسل مقدما يعني، هو هذا الهجوم عمل دعاية رهيبة، الناس كلها بتتكلم في المسلسل ومنتظر المسلسل، فشكرا ليهم يعني. انا مش فارق معايا خالص مساله الهجوم، لان هما بيهاجموني على ايه يعني؟ ايه الخطا اللي عندي؟ الحقيقه الكلام اللي بيكتبوه حاجات تضحك. يعني انا الدور ارهابيه خلاص واضح من اللبس، انا ما كنتش بصرح، وكان نفسي يكون مفاجاه للناس ان انا بعمل دور جديد ومختلف. وما قلتش فعلا انا بقدم دور ايه يعني، كل اللي كان بيسالني اقول لهم دور جديد عليا وبس. لكن لما نزل الافيش خلاص دي مساله بقى مش في ايدي، في دعايه العمل. فده لبس داعش، لبس المجاهدات في داعش. يعني مش مجرد واحدة محجبة وخلاص، لا هي من المرتزقة المأمورين. تخيلي بتتدعم بقى يعني، ليها يعني شخصية قوية. هي بتجنب الداعشيات الجدد. فهو دور جديد وغريب، وانا مش عارفه بيهاجموني على ايه يعني. هل هم مع داعش يعني؟ انا لغايه دلوقتي مش فاهمه يعني، لما بقرا حاجات ساعات تعليقات ما ببقاش عارفه. صحيح. هل الناس اللي بتهاجم دي مع داعش يعني؟ مش عايزانا نبين مساوئ هذا التنظيم، او عموما اي تنظيم متطرف، مش مهم الاسماء، مهم كتير. نعم. ما في طالبان في افغانستان وفي حرام في نيجيريا، مهم كتير. صحيح. فهل في اي عاقل في الدنيا هو في صف الارهاب؟ يعني في صف الاعتداء على دول والقتل والاغتصاب في طبعا وبيع النساء سبايا، هل في حد عاقل بيوافق على الحاجات دي، او عايز الحاجات دي، او بيدافع عن الحاجات دي؟ هو فيه، بس يعني ده مش عاقل، بس هم موجودين مع الاسف. هم طبعا موجودين، وانا بوعد الناس بمسلسل محترم بيحترم عقلياتهم، والمسلسل يعني بيناقش بهدوء عشان نفهم مين دول. بهدوء شديد. معايا مخرجه الحقيقه جباره، الاستاذه كامله ابو ذكري. صحيح. وكاتب جميل الحقيقه، عامل دراسه وافيه جدا، الاستاذ محمد هشام عبيه. ومجموعه رائعه من الفنانين طبعا من مصر، الابطال بتوعنا منى شلبي واحمد السعداني ومحمد حاتم، عاملين ادوار عظيمه بجد. بجد في احلى حالاتهم يعني، كل واحد فيهم هو يعني احلى دور في حياته حتى الان. ومعانا ممثلين بقى من كل الوطن العربي. هايل. يعني ممثلات من العراق ومن سوريا ومن لبنان ومن فلسطين ومن المغرب ومن الاردن. معانا اجانب كمان على فكره، معايا اوكرانيه وروسيه وبولنديه. الله. احنا معانا جنسيات عديده. انتاج ضخم جدا كبير. تخيلي يا الهام الهجوم اللي عليكي ده، ومن مجرد صوره، ما بالك لما يشوف الدور اللي انت يعني قلت لنا شويه عليه، هيبقى تتوقعي هيبقى الهام بالنسبه لهم عامله ازاي؟ كل اللي افكارهم متطرفه
هيبقوا اكيد متضايقين، مع ان انا بمثلهم، مع ان انا بمثل واحده منهم، ده المفروض ينبسطوا يعني. انا بقول افكارهم، انا بقول افكارهم وبمثل واحده منهم، فمش المفروض انهم يكرهوها لانها الشخصيه مش بتهاجمهم. ايوه الشخصيه عباره عن واحده منهم. ايوه فما بيطلعش على لسانها. ما هم مش عايزين يتفتحوا بقى، ما هم مش عايزين يتفتحوا بقى. هو ده بالظبط. ان لما هيشوفوا نفسهم مجسد على الشاشة هتبقى فتح ليهم، فتح لأفكارهم الظلامية. وانا الحقيقة انا مبسوطة جدا على فكرة من اللي بيحصل، لان ده معناه ان هم في حالة رعب من الفن، لان له تأثير عظيم. هو يعني ده بقى انتوا خايفين من الفن للدرجات دي؟ هو ده بقى احنا شفنا داعش لايف حي قدامنا. صحيح شفناهم بيقتلوا ناس وبيعذبوا ناس وبيحرقوا ناس، ما احنا شفنا الحاجات دي. صحيح. مشاهد وشفناهم موجودة. بيعملوا ايه في الستات وفي الاطفال؟